السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع يوميات مربي مبتدئ. النهاردة يا جماعة معانا الأقفاص بتاعت الحمام، اللي هي بيوت للحمام عشان يعششوا فيها. زي ما انتم شايفين كده مربطة بإقفاز، الإقفاز بتاعت العربيات. طبعا أنا عملت دول ومعايا مجموعة تاني أنا كنت عاملها قبل كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة انا معايا الاقفاص التانية اهي، مجموعة كبيرة برضو ومقطعة بالشكل ده كده اهو، عشان الحمام يخش جواها اهو ويعشش فيها طبعا، وياخد راحته جوه القفص. والقفص واسع زي ما انتم شايفين، القفص واسع قوي، والعشة برضو كبيرة مش صغيرة زي ما انتم شايفين كده. ودول طبعا اقفاص انا كنت لسه بقطع فيهم اهو، اهو لسه بقطع فيهم. وزي ما انتم شايفين كده العشة صغيرة برضو، كل قفص طريقة سهلة تلاقيها في اي حتة عند بتاع الخضار، او تشتريها مش غالية، هي بجنيه ونص، يعني حاجة رخيصة خالص والله. وطبعا دي هي عشة الحمام بتاعتنا، ان شاء الله هنجيب فيها الحمام قريب. زي ما انتم شايفين كده العشة كويسة اهو، ادي باب العشة اهو. هي مش عشة، هي اوضة بصراحة، عشان اوضة جوه بيت، فاللي عنده استطاع انه يبني عشة كاملة في مكان بعيد من البيت يبقى احسن، لكن انا ما عنديش المقدرة، فحطيت اوضة حطيت فيها الاقفاص دي. جايب 35 قفص، وعامل زي ما انتم شايفين كده مربطهم في بعض اهو بسلك اهو، زي ما انتم شايفين كده من الجهتين، والناحية التانية كذلك اهو اهو، ومفتحهم زي كده اهو، نفتح القفص زي كده. طبعا الحمام يجي يخش هنا، فرش له قش او نشارة، او ممكن عادي هو يعشش براحته، وهو يحط اللي هو عاوزه من يحط اللي هو عاوزه، مثلا يحط الريش بتاعه، يحط الاخراجات بتاعته كده يعني. فطبعا هي دي العشة كده، حاجة على قدي، حاجة صغيرة كده بإذن الله هبدأ بيها مشروعي. واللي عاوز يبدأ مشروع برضه ويستفسر ويعرف الطريقة دي، قدامه الفيديو، معاه الفيديو، ويخش يتفرج عليه ويشوف يشوف النظام عاملينه ازاي. مش هيكلفك كتير والله، هو نظام بالظبط ممكن يكلفك في حدود 50 جنيه بالظبط الاقفاص دي. وطبعا بتطهر المكان قبل ما تجيب الحمام وتحط الاقفاص، بتطهرها برضو زي ما انتم شايفين كده، تحط الاقفاص كده. طبعا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لأسهل طريقة لعمل بيوت الحمام، حاجة سهلة خالص والله. وبإذن الله كده ناوي أربي أربي أرانب، بس لسه المقدرة مش دلوقتي، شوية قدام وشوية كده يعني نربي أرانب، وبعد كده نكبر شوية بشوية لما نبني عنبر. وزي ما انتم شايفين دي الزوايد بتاعت الأقفاص لمؤاخذة، ودي ما تاخدوش بالكم من الطوب ده، ده الركن بتاعه كنت شايله من الارض. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك بالفيديو وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.